يلا كم ازيك يا جماعه؟ كان معايا مرسيل الخليفه معاكم. النهارده انا بكمل الفيديو اللي انا كنت هكمل عليه اللي هو بتاع الناونز. النهارده هناخد الفيرب اللي هو الفعل. بصوا يا جماعه، كلمه فعل يعني في حركه، يعني زي eat, eat, drink, see, watch. بصوا يا جماعه، الفيرب ده بيقول ايه؟ بيقول لي الشخص او الحيوان بيعمل ايه؟ يعني الشخص ده بياكل، بيجري، حيوان، القطه دي بتنط، بتلعب بالكوره، بتضايق صاحبها كده يعني. فالفعل بيقول لي الشخص او الحيوان ده بيعمل ايه. في بقى كذا نوع من الافعال، يعني هي حاجه بتكون في البريزنت في الوقت الحاضر، او في الباست في الماضي، او في الفيوتشر. وعلى فكره في ازمنه كتير قوي للفيرب، بس انا بديكم امثله عليها عشان بعد كده ان شاء الله هنشرح كل زمن في حلقه مفصله لوحدها عشان نفهم كل واحد استخدمه في ايه وعشان كمان ما نتلخبطش. فاول حاجه بريزنت مثلا زي ايتس، لو في بريزنت سيمبل از ايتينج، في بريزنت كونتينوس مضارع مستمر، بلايد لعب اللي هو باست سيمبل، واز بلاينج في الباست كونتينوس في الماضي مستمر، في حاجه في الفيوتشر المستقبل زي ويل والفيرب في الانفينيتيف اللي هو ويل ايت هياكل، او verb to be plus going to when infinitive اللي هو am, is, or going to when infinitive. تاني بص يا جماعه، الverb الفعل اللي هو بيقول للبني ادم او الحيوان بيعمل ايه. تمام كده. وفي انواع منه اللي هو الحاضر والماضي والمستقبل. وعلى فكره في نوعين من الافعال اللي هو ايه؟ الفعل الاساسي بيقول للشخص ده بيعمل ايه، او وفي كمان قبليه بقى اللي هو الايه؟ الفعل المساعد زي was وزي is وزي. أتمنى أشوفكم المرة الجاية، ويا رب أكون أفدتكم، وأنا كل مرة أحاول إيه أجزاء الجملة. أشوفكم المرة الجاية، باي.